شكرا السيدة الوزيرة على ما تفضلتم به من معلومات جد قيمة، ولكن أنا الموضوع نقربه من ثلاثة الجوانب وبالخصوص من الجانب الأكبر اللي هو الجانب التنموي، أنه هذا الموضوع بالضبط تدوير النفايات هو محرك اقتصادي بامتياز، وكيعرف واحد لو تو دو كرواسونس واحد النمو واحد معدل النمو كبير في جميع الاقتصاديات. اليوم كذلك ما نتكلم حتى على التدبير ديال النفايات لا على المستوى المواطن العادي ولا على المستوى المعنوي، يعني في مناطق صناعية لأن القانون 2800 كيتكلم على جميع النفايات وتدبيرها. اليوم كذلك بغينا نبسطوا المساطر واحد العدد ديال الناس اللي كتدبر هاد النفايات، لان الناس معلقه بزاف، لان بغينا نتطوروا معاهم. كاين الناس اللي كتستورد وكقائمه صناعه قائمه هذه 30 عام ولكن كتلقى اليوم مشاكل. كاين اليوم وصلنا لمناطق التسريع الصناعي اننا ركزنا وحدات لتدبير هاد النفايات، ولكن النفايات اللي ما كتتمنش كيخرجوها للمطرح باش يدفنوها كنخلصوا عليها الجمارك. اليوم كذلك هذه القضيه ديال النفايات الصناعيه اللي كنسميوها خطيره بغينا نحدوا لها واحد العدد ديال الحوايج، ولكن بسرعه بتبسيط مساطر. واليوم بغينا ننفذوا بالضبط هذه الالتقائيه اللي كاينه بعدنا واحد العدد من القطاعات اللي كتشمل هذا الموضوع هذا، باش لان بلادنا مقبله على استحقاقات جد مهمه، ولان كل شيء يجي يزورنا ويعرف بان احنا كنعرفوا ندبروا بلادنا ونعرفوا ندبروا النفايات. شكرا سيدنا النائب المحترم.